عندي ديك الفيديو الطويل هاد حماد عفشك الله يتفرجوا فيها، الله يرحم الوالدين. هاد الموضوع يا لسان خرجوا خرجوا الدراري مشاني لكم سكريت خراب في الفيديو هاد، والله تتخرب. ماشي حاجة القوادة كنتي شو دراري؟ هاد المالك يا دود القحبان، والمالك يا تشي كتشوف اللايف اللي جيت قدام داركم هو القحبان. حمد اي لاف يو والله كل شيء قدام داركم هو القحط ما تولي هاي سالي لي بو واه هاد المالك يا دود القحبان والمالك يا تشي كتشوف في اللايف انا جيت قدام داركم هو القحط يلا كاع ما كنديرهم صراحه حنا عليك يا باش ما بغى بنادم ما باش ما بغى بنادم والله ما كنبغي نخسر الهضر اقسم بالله ما كنبغي نخسر الهضر هاد المخيات هذا كنبغيك وحق الله وهادي غيقدر يمشي ديك العربيه وغيصيفطني للحبس هاد السين مالكي حاج غنمشي ليه لدار ما على قبل هاد الناس اللي كيقولوا كدا 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 انا مشيت للحبس دعوا معايا العائلات الوالدين واللي راجل واللي حكي حبنا واللي كيبغينا لا بقاش واحد مهبط انا هبط ليه هذيك بايط انا هبط انا بايط اوف دارهم انت كتسمع فيه عندي في فيسبوك شو خوشك كدا هبط عندي انا شي عندك لداركم لا 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 سلي مريض الصعبي مريض بالكحبة والله الله يشافيك شمال بنادم الصح سالم اللهم بود ولا لا هاي دارم هنا ليش هبط هبط انا هبط في جد واخدين عليك راك سيكور صاصاب الايكود تفرجوا راه كيتسول ولاد تربو اسمع اسمع راه كيتسول ولاد تربو اه شمال هذا اول مرة اه صاحبي هذاك الزامل ديال الميركي الياس انا ما بقاش زاوي بزاف الياس كاين اه فين هو الياس الياس كاين قول لي هبط عندي قول لي حماده شي عندك اقول لي بط عندي كوبا يتضارب معايا انا ما عندي لا موس لا والو لا اقول لي بط عندي هنشوف ها الياس ما نشوف بط عندي انا هنشريو في هاد الوسعة اخي امو يمشي شو راه والديا ولكن هو الكلمة اللي قال يوفى بها الياس يهبط عندي شو ما كتشوف واو في حال الدرية الدرية شو خارجين وين بغاش يخرج يلا شوف كيدا اللي كيسب عليوي يلا اشمن ليكم اخويا ولا هو شكير قال بغي الليقا الليقي معايا نضحك انا هو يا بط باش ما بغا نحول يمو حاشاكم والدي كاملين اخواتات سمحوا لي راه هو اللي بقى كيهدر بابا يدا قوت القحبة ما عرفنا واش كيسحب راسه ما عرفش ولاد الدرب وناري سمحوا لي كاملين الله يرحم لكم الوالدين في
بحال الدري مخبي في الصح والقحم. والقزير والقزير اختي في هاد البلاد هو القحم يكون بعث لك ايريك سبعاو اللي بحال الكانيش خليها خليها دابا ماشي غنطلعوا لي تال تما الله الله احباش امو شال شال دربو اسير القزاره والقحبار اسيد عليك انا والقحبه باش ما بغيتش دق باش ما بغيتش شي دق ما يطيحش لامك على الباب هاد فين اخويا هاد المالك يا الزامل هذا قال لك باغي تعايش معايا ليك يلا واش مالك اخويا انت والدربهم وكس عرفني انا يلا اش مالك اخويا السلام عليكم خويا الله يحفظك ايوب السلام عليكم هاني لي عشير الله يحفظك هو هذاك فين ايوب هاني هاني لي الله يحفظك الله يحفظك لي عبدك لي هاني هاني الله يحفظك دابا غيمشي ديك العربيه ياك وانا وريتك القزال هذا ان دار القزال سير كولاج اللي هو القحم سير كولاج بوسير ليش على داك الاثر ما تزنق سير سمعتيني سير كولاج خوتي خواتاتي تهلاو في ريوسكم غنهضروش بزاف ما غنطولوش بزاف انا فان انا فان انا فان حمادة وحق الله حمادة انا هو اول فان ديالك تفرجتي فيه دابا بزاف داوني زار سميتي وإلياس المالكي ما غاتجيوش غنفد الياس انت بعدا راك ما غاتجيش غنفد سالينا بلا مقاو داوين بزاف انت عارفني فيه حنا قلتي ليك مرحبا ما طلبتيش شي حاجه ما كايناش ما قلتيش طياره ما قلتيش هادي ما قلتيش هادي ما قلتيش قلتها كومبو مرحبا بك ود خالتي انا مستعد لكم مستعد للكيادر كاملين مرحبا بكم يا حمادة اسمح لي حمادة كنطلب منك السماحة اخويا والله كيقول لك واحد ما تقدش عليه قول له اسمح لي ما تحلش عليه في الانترنت واحد ما تحلش عليه في الانترنت ما تحلش عليه حتى بصح خويا حمادة اسمح لي اخي والله حمادة ديري كاس قاعد الخاص ويا حمادة راه هو كيتريني وكيتسنى في الخاصة مزيان ندير لكم كامل ما تزرعش كون على قد هذا الفيديو ديال كريت جوج ماشي بحال هذاك الليمون معنا الدراري ما طلعوش على حمادة صح هذيك بلاصة سميتها الليمون صاحبي عزيز عليا واخا اختي واخا يسبني ما نعاودش نسبو هذا هو واحد واخا هو داك جاب ميت فهمتي